السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الإفريقي. تم صورة دولة برشا إن البارح معناها في ما يخص اللاعب آدم الطاووس لاعب النادي الإفريقي. الصورة هذه معناها حكاو فيها معظم وسائل الإعلام، ولازم نحكيو فيها ونعرفوا شنية الموضوع بالضبط باش الناس تتنور بالأمور هذه وما يكونوش معناها ما يبقاوش معناها كل واحد يهز ويصبط على كيفه به. الملاعبية بتاع النادي الإفريقي قبل السفر للرحلة باش نواجهوا فريق دريمز الغاني كانوا معناها قاموا بصلاة المغرب في المطار. هذه حاجة باهية وبرافو لملاعبية النادي الإفريقي، على الأقل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبعدهم عن الموبقات وتبعدهم على الحاجات اللي يفسدوا الملاعبي باش يبقاو أموا ناس حاضرين ناس فيزيك وبليتو هو الدين الإسلامي. هذه حاجة نعرفها، هذا كل حاجة طبيعية في بلد إسلامي اللي هو تونس. الحاجة اللي مش طبيعية وقت اللي الملاعبية بتاع النادي الإفريقي كلهم يقوم بصلاة المغرب، آدم الطاووس وراهم في الكرسي بتاع المطار اللي سافر ورشة يعرفه، والكراسي بتاع المطار وراه وقاعد يلعب بالتليفون ومعناه يتبسم ويضحك. به مناش باش نستنكروا معناها اللي قام بيه آدم الطاووس، على خاطر كلنا مرينا بيه، الكلنا مرينا بفترة جاهلية وفترة طوقات الفترات الكل مرينا به. أنا واحد من الناس ما نجمش نعلق التعليقات هذه، ولكن من باب النصيحة نجم نعطي النصيحة متاعي. آدم الطاووس كان لاحظتوش جماهير النادي الإفريقي بصفة عامة ما يعجبهمش، ها مش نقولوا كلمة حق، ما يعجبهمش أمور كروية. ويزيد عليها اللقطة اللي صارت هذيك، يعني أنت إذا كان اجتمعوا عليك الخلق بالمحبة راهو عندك نسبة متاع محبة، إذا كان اجتمعوا عليك الخلق بشوية معناها انتقادات وأكثر من لازم معناها راك عندك أغلاط يزمك تصلحها. كن راو احنا صحابه معناها يقوم بالفريضة هذيك وهو وقتها مازال لا يبالي، على الأقل يا طاووس كنت تجبد روحك هاي الفطانة. ولكن ربي سبحانه حب يوضح أشياء، بصراحة حب يوضح أشياء، وإن شاء الله احنا نتمناو لك توبة لا أكثر لا أقل. ولكن مش معناها راهم ملاعبية النادي الإفريقي اللي صلوا المغرب خير منك ولا حاجة، ربي يعرف شنو اللي في القلوب بتاع البشر. هذه نوجهها للناس الكل مش كان للملاعبية ذوك. هذه حاجة معناها علاش آدم الطاووس ما هوش ما عندوش محبة كبيرة، تلاحظناها وجربناها الحكاية الكل. ربي يحطك في اختبار صعيب، انت محطوط بطبيعتك في اختبار كروي صعيب اللي انت ما ليكش اجماع من جماهير النادي الافريقي باش تبقى في الكليب. انت معناها الجمهور ماذا به يمشي ويجيبوا معناها محمد امين الحمروني، نعرفوا الاصابات نتاعو برشا، نحبوا نجيبوا اريال جوش بالرسمي بلندي. هذه في امور الكره، ما بالك انت تزيد عليها شويه ضحك وهك وحاجه ما ركبتش على بعضها. ثم شكون معناها يهبط يقولوا معناتها على اساس جمهور النادي الافريقي اللي ما عجبتوش اللقطه بتاع آدم الطاووس راهم هذوك جمهور ضايعين فيها. لا نقول لك انت هو الضايع فيها، انت هو الضايع فيها يلي انت ماهوش عاجبك الناس اللي حكاو على اللقطه بتاع آدم الطاووس. مالا كيفاش مالا بالك احنا معناها مقاومة اخر، هذا هي البلاد اللي نعيشوا فيها ونعرفوا رواحنا. يعني لا فايدة معناها اذا كانك مازلت انت زادة تعمل في اللقطات اللي يعمل فيها آدم الطاووس، ونقول لك زادة انت بيدك توب وبدل الريتم هذاك راهو مش صحيح. هاني قلت لكم انا اضعف الايمان نجبد روحي، انا نجبد روحي ما فيها بيس، نقدرك الموقف هذاك موقف عظيم هو، بغض النظر على الملاعبية صادقين مش مصادقين كل واحد ربي معاه، ولكن نجبد روحي. هذه نصيحة ليك يا آدم الطاووس، وراهو حط في بالك رزلنا اللي هابط عليك والكره معناها مش الكره هاك السنكار معناها من معظم جماهير النادي الإفريقي على يمكن على خاطر الحاجات هذه وزدت عليهم هذه تناقص انت تو حتى كان تسجل هدف ضد دريمز الغاني ما تنجم تصير لك حاجات سيئة معناها تش علينا في هذا كله. ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل. المهم انا واحد من الناس راني نصيحه للطفل مازال صغير مهما يكون ننصحوه، وان شاء الله معناتها يعرف اللي راهو حتى كان انت
ماكش ملتزم بحاجه تجبد روحك، ما تخليش روحك تحصل في حاجه قدام الملأ. من الاخر قال لك اذا عصيتم فاستتروا مثلا، على الاقل معناه. وان شاء الله ربي يهدي الامه. باش نحكيو طويك على المقابله الهامه ضد دريمز الغاني، عندي لكم برشا اخبار. ما تنساوش تعملوا الجيم ولا بوني. الفيديو اللي فات راه ما عجبتونيش، خاصه جماهير نادي الفريق الوفيه، بزايد اكسبلور بزايد جيم ما ريتش بصراحه. ريت كان الناس الاوفياء اللي نحبهم يحبوني، اصلانيين اللي متاكد منهم وراني حافظهم، راهو كل حاجه في محطوطه وكل حاجه متاكدين منها، وكل التسجيلات كلها موجوده، ونعرفوا احنا شكون اللي يحبنا وشكون اللي لا وشكون المتوسط وشكون عادي عادي، ماشي اشكاليه. الهدفين نتاع كاس الكونفدراليه الافريقيه، كينغسلي ايدو 3 اهداف، ثم ملاعبي زادة من قلب هجوم تاع دريمز الغالي 3 اهداف، جون انتوي اللاعب تاع الكبير، هو اللاعب شارف يلعب في دريمز الغالي، مسجل 2 اهداف، بسام اصرار في 2 اهداف، ومعاهم زيزو لاعب الزمالك المصري. يعني شوف قداش من ملاعبي في المقابله تاع نهار الاحد بينات النادي الافريقي وفريق دريمز الغالي 4 هدافين في المقابله هذه. يعني ما هم يعني لا احنا خصيصين لا دريمز الغالي خصيص، هم عندهم لاعب مسجل 3، احنا عندنا لاعب مسجل 3، هم عندهم لاعب مسجل 2، احنا عندنا ملاعبي مسجل 2. يعني المقابلة متكافئة إلى حد كبير، خاصة في ملعب غانا. التشكيلة، أنا واحد من الناس مرتاح بحاجة ومطمان بحاجة بصفة كبيرة وكبيرة برشا بصراحة، مطمان من المدرب منظر الكبير بصراحة. مانيش نقول لكم راهو منظر الكبير مورينو ولا كابيلو ولا معناته، أما ليه منظر الكبير على الاقل رتحنا من شوي حمل، رتحنا. قبل كنا مع المدرب السابق نعانيه، ويا ولدي يهديك هبط فلان، يا ولدي يهديك هبط فلان راهو مش تخسرنا، يا ولدي يهديك راهو فلان ما يصلحش شيء ما يسمعش. منظر الكبير هذا يسمع بصراحه، يسمع الكلام، وهو اصله ظهر لي كاريزما نتاعو ما تخليهوش يهد روحه في مواقف كيك. ربي يهديك يا يوسف العلمي، طولت بينا في الفتره تاع المدرب السابق، على الاقل كنت تنجم تعمل تغيير وقت اللي الجمهور طالبك. اخي غشيناك احنا تيماي جمعيتنا ونحبوها تنجح ونحبوها جوها به، قدر الله وما شاء فعل. ذاك اللي صار. التشكيله تاع النادي الافريقي اللي يلزم يهبطها منظر الكبير، ها واش نقولها لكم انا، وتو تشوفوا كيفاش منظر الكبير يطلع، ويمكن يطلع امضى مني انا في الحاجه هذه. معز حسن هذا واضح حارس اساسي. اول حاجه منظر الكبير يلح على الديسيبلين، ونعرف وين المدرب هذايا نتاع ديسبلين، نتاع ما يحبش الملاعبيه تتكبر عليه، ما يحبش الملاعبيه مضروبين في رواحهم بالفارغ، ما يحبش الملاعبيه معناتها هو ما عنده شيء، ما يعرفش يعمل كنترول ويحسب روحه قائد الفريق ويحسب روحه لا يبتا كاكا. مظل كبير ما يحبش الحاجات هذيا، لذلك بدا يضرب بقوه مظل كبير، وبرافو. وهذه اول حاجه. مقابلة دريمز كيما نجمو نربحوها كيما نجمو نتعادلو كيما نجمو نخسرو، ما لنا السيتي ولانا ريال مدريد، احنا النادي الافريقي مازلنا نكونو في فريق لقادم السنوات، نبنيو في إدارة ومازلنا ماناش متأكدين اللي احنا بنينا إدارة لقادم السنوات، نصلحو في البارك، البارك قاعد يتصلح والحمد لله، قاعدين نمشيو بخطى بطيئة ولكن جميلة. هذه الحاجة اللي تخلينا فرحانين في النادي الافريقي. معز حسن الحارس الاساسي نتاع النادي الافريقي وبدون نقاش بالنسبه ليا انا. لاريال دروا نتاع النادي الافريقي، ساعه قبل ما نتعدى لاريال دروا نحب نقول لكم حاجه. ثم بعض الصفحات وبعض الاعلاميين خارجين على السرب. فاش خارجين على السرب؟ خاصه اللي يحكيوا على النادي الافريقي، النوايا نتاعهم ماهيش سليمه. ثم العديد انا لاحظت النوايا نتاعهم ماهيش سليمه، وبطبيعه الحال اكبر مدافع عن النادي الافريقي هو نبيل ريغسبور، متساوش شكل جيم ولا بوني. معناها انا كي نرى بعض الاعلاميين ديما قبل ما تبدا مقابله يحاولوا يلقاو مشكله، حتى كما ثمش مشكله يلقاو مسرب نتاع هم، مسرب نتاع ديفو، مسرب نتاع ذم، كلهم ما يتعداوش مع نبيل ريغسبور وما يتعداوش مع النادي الافريقي، والحمد لله القافله تسير
وجماعه هب 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 ماكم تعرفوا شنو. دونك ربي معانا ومع النادي الافريقي، لذلك كل انسان اذا كان يعرف روحه الكلوب افريكان ماشي في السكه الصحيحه، عنده مقابله هامه، المقابله ماهوش غارونتي باش نربحوها. شنو هي الحاجه اللي تثبت اللي احنا باش نربحوا المقابله هذيك؟ حتى شيء، حتى شيء. بعض الامكانيات الفنيه لبعض الملاعبيه كيما الطيب المزيادي، كيما بسام صرار، في كينغسلي ايدو، حمدي العبيدي كان نجح شويه، بيكورو باهي تسمى، الحارس المرمى معز حسن تصدي اثنين يخلي الملاعبيه في فورما، الزعلوني كانوا في فورما ينجح، الحمروني يعني ثم دي زاتو يخليونا ننجح، ولكن ثم اربعه بوستوات مازلنا ناقصين فيهم، قلب الدفاع، بعض اماكن في وسط الميدان وهكذا. لذلك معناها ما طلعوش ديفوات كبيره في النادي الافريقي، حتى كان تصير كارثه البارك مش نطيحوه مش يطيح على اللي قدر في نهار كي ما نجيوش حتى قبل المقابله، او والله الله غالب بايرت الهاو في البارك ونساو الماتش، ماك تخسر وقت ليه اخوي، تتلهالي بالماتش، تركزوا لي مع الماتش، تربح الماتش وترجع تصلح البارك. هذه معناها بين قوسين حبيت نفسر للناس شنو هي يلزم الناس الحكماء كيفاش يتصرفوا، يتصرفوا برزانه، ما تبداش تضرب تهبط في الاخبار طون طون طون، هبط هبط، اهرد اهرد، راي صارت ميتا، راي صارت كارثه، راي صارت هكا، هذه خليها عندكم خويا، توا نجيوها بعد المقابلات ما فيها حتى شيء. والا مثلا نعطي مثال، سمعنا ام احمد العبيدي ظهر لي توفيت معناها الله يرحمها، هذا سمعناه وصلنا. دونك هذه ناخذوها ايجابيه، ناخذوها حاجه ايجابيه، نجيبوا الانتصار من فريق دريمز الغالي باش نفرحوا الملاعب نتاعنا اللي معناها بالحاجه هذيك، نحسوا اللي هو عنده سوتيا ولاباس وكل شيء. هذه معناها هاك الرجله وهاك القرحه وهاك، فهمت؟ مش ترقد وتقول دونك هذا بين قوسين. التشكيله كيما قلت لكم، معز حسن حارس المرمى، اريا دروا غيث الزعلوني، اريا القوش محمد امين الحمروني، في قلب الدفاع الشريفي ومعاه رامي البدوي، احسن معوض ليهم اسكندر العبيدي، وان شاء الله اسكندر العبيدي ياخذ الخبره، يكون خذا الخبره وتكون وتلنصى باش يولي مدافع كبير، خاطر وقيتك خويا. البيفو معناها اللي احنا الناس كلنا نستناو فيه، ان شاء الله ما يصيرش ستريس على بيكورو، ولكن متعود هو على الملاعب الافريقيه، بيكورو في وسط الميدان، الديمي باش يكون معاه شهاب العبيدي ووسام يحيى، اذا كان ما هبطش هذا يحيى المتيري، خاطر منذ الكبير فنان ممكن ياسر يهبط يحيى المتيري، ما نستغربهاش انا، والا ياسين الدريدي. اما هذه التشكيله الواضحه معناها ثلاثه ذم ملاعبيه كبار، القدام الطيب المزياني، بسام صرارفي، كينغسلي ايدو، والا حمدي العبيدي واحد منهم ينجم يهبط، والمخطر كينغسلي ايدو بطبيعه الحال نظرا للخبره. ثم ملاعبيه كبار موجودين في الهجوم، حمدي العبيدي لاعب كبير ولكن مثالش عام السنه، معناها الخطه نتاعنا راكزه على بسام صرارفي وراكزه على المزياني، نجمو ديما نستغناو على العرفاوي وحمدي العبيدي على اساس رمبلاسونات، وراهو ملاعبيه كبار، راهو حمدي العبيدي والعرفاوي ملاعبيه كبار، ولكن نخليو معناها مثالش ديما الاولى، الاولى هذوما معروفين معناها عندهم ما يقولوا في روحهم. المعوضين معناها شفتوا ما شاء الله، حمدي العبيدي، ياسين الدريدي، يحيى المتيري، رشيد العرفاوي، علي العمري رجع من الاصابه ما شاء الله، الامام نتاع المجموعه، ادم الطاوس هاكا موجود، اري القوش، خليل القصاب موجود، معناها هذوما الملاعبيه اللي ديما معناها متواجدين في التشكيله نتاع النادي الافريقي وديما يهبطوا يعطيو البليس. حسام السويسي موجود، نقول له اكبس روحك شويه خاطرك ماكش عاطي روندمون كبير ياسر. هذه التشكيله نتاع النادي الافريقي والاحتياطيين، باذن الله نروحوا بالانتصار من غانا، وكان ما روحناش بالانتصار انا ماذا بيا نروحوا بالتعادل، وان شاء الله نهار الاحد نعملوا شيخ الناس كلها مع بعض، نبداو فرحانين باذن الله. انا المره هذه متفائل وعندي ثقه زاد، ولكن ما عنديش حتى حاجه غارونتي كما قلت لكم، عندهم هذايا جون اونتوي اللي كان يلعب في الاهلي المصري يكور معاهم، حاليا عندهم زاد قلب الهجوم نتاعهم مسجل ثلاثه اهداف، عندنا لي زاتون نتاعنا احنا عده ملاعبيه، اكثر اقوى خط هجوم
في الدورة هذه حاليا هو هجوم النادي الإفريقي، أقوى خط دفاع دفاع النادي الإفريقي نحمد ربي، يعني ما شاء الله فريق بسم الله ما شاء الله عملاق النادي الإفريقي. هذا بالنسبة للكليب أفريكا. بالنسبة للمقابلة باش تدور نهار السبت ما بين الترجي الرياضي وفريق النجم الساحلي، مقابلة كلها في صالح النادي الإفريقي، الجمال بما حمل. ها باش نقول لكم علاش المنافسين المباشرين نتاعنا الزوز، يعني مش نضربوا عصفورين بحجرة واحدة. نتفرجوا في الترجي والنجم كونتر بعضهم، الزوز باش يلعبوا معنا في البلاي اوف، باش يعطيو كل ما عندهم ونحفظوا طريقة اللعب نتاعهم الزوز بكل سهولة، واللي باش يخسر منهم باش يتيح معنويا ومش نلقاوه طايح خارج من رابطة الأبطال الإفريقية. وهذا باش يكون النادي الإفريقي إذا كان ترشحنا باش نكونوا احنا الممثل معناها الكبير نتاع النادي نتاع تونس باش يفوز بكأس إفريقية، على الأقل على الأقل نكونوا مشرفين الرياضة التونسية. معناتها الفريق اللي باش ينهزم مش تلقاوه مورالو طايح، والفريق اللي باش ينهزم مش يحاول يزيد مرة أخرى منافسة مع الهلال السوداني. يعني الفريقين الزوز باش نتأكدوا من طريقة اللعب نتاعهم على ضوء الطريقة اللي باش يلعب بها الترجي والنجم، باش نكونوا متحضرين باش نفوزوا عليهم إن شاء الله في البلاي أوف. وختاما نقول لكم ما تخافوش على النادي الإفريقي، أنا جبت لكم بعض الأسرار القوية هذه، ما تنساوش تعملوا لابوني والجيم، وديما مع بعضنا الإفريقي أقوى. وختاما نقول لكم فيفا فرزة سيارة.